هنيئا لمن صاحب
وهنيئاً أكثر لمن صام 9 أيام أو 10. بارك الله في جهودهم، أسأل الله أن يغفر لهم ولذراريهم ولأهليهم وللمسلمين أجمعين. أكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. أيها المسلمون، إنكم في يوم عظيم، يوم تبسمت لكم فيه الحياة، فعيشوها وافرحوا فيها. نعم، الله يكرمنا بالأعياد لنفرح، لنخفف عنا آلاما رغم الاحتلال. برغم كل هذا أيها الإخوة، نفرح في يوم. يقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ناس روح شمات هواء، الله سبحانه وتعالى يكرمنا، كل أشرب ولبسر، اشوي، انحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. افرح ولكن بحدود، دون معصية ودون أن ترتكب المحرمات. افرح الآن يا إخوة. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم العيد: إن أفضل ما نبدأ به يومنا أن نصلي. والآن صلينا ولله الحمد، نسأل الله القبول. قال: ثم نرجع فننحر. ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنته، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. ليس من النسك، الذبح يكون بعد الصلاة. وورد عن السيدة عائشة قوله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. اذبح، إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأطرافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع له. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ولا غيث لنا. اللهم في هذا اليوم العظيم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا ميتا لنا وللمسلمين إلا رحمته، ولا مريضا إلا بكرمك وعفوك وشفائك وعافيتك شفيته. اللهم ولا مكروبا إلا نفست كروبه، ولا لاجئا إلا ولوطنه وأرضه رددته، ولا سجينا إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وأطلق سراح المعتقلين. اللهم أعد هذا العيد على أمة الإسلام، وقد تحرر المسجد الأقصى من كيد اليهود القادرين، وعاد إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. تقبل الله منا الجميع، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على خير.
بخير. عم بخير يا مصور. Vamos, vamos, vamos.